شيرين ما اجى المدير؟ لا بس اجوا خالاته لعنا، اجوا لحتى يباركوا له بالمكتب الجديد. خليني روح رحب فيهم. لا خليك، إلايدا قاعدة عندهم. طيب خليني اقعد هون لكان. بدي اسألك سؤال شيرين. ايه اسألني. برأيك شو معنى هالهدية؟ انت شو شايف؟ والله اللي شايفه مجرد كيس ما بيسع شي جواته، انت شو رأيك؟ لا مانك شايف قلب. قلب؟ اكيد قلب. ليك البنت هي بتكون فكرت تعطيك قلبها وحبها من خلال هاي الهدية الحلوة يا تيو. حتى هالجملة يلي حكيتيها ما بتسع جواتها، كيف فهمتي هالشي؟ ما بعرف، اكيد ما نهي. اف عقلية الرجال. ايه ماشي ماشي. البنت اللي هدتك هي نفسها اللي تبع الفطاير؟ هو مو مشكلة بالفطاير، بس ما فهمت كيف وصلت لهون وبعتت لي قلب. هاتي. ما بعرف شو التفكير. يلا قومي اختي خلينا نروح، ما بعرف ليش صلنا ساعتين قاعدين وناطرينه، لهلا ما اجا وشكله ما رح يجي. انا ما رح اطلع من هون لحتى تجي هي اللي بتشتغل مساعدة إيلايدا. روحي اذا بتحبي. لك خلص لا تخافي، لو عرفت شي مو منيح كانت اتصلت فيكي ونقلت الخبر وهي مبسوطة. ان شاء الله ما تعرف شي ما نو منيح عنا وتكون إيلايدا هي الغلطانة بحقها. بس انا قلقانة عن جد هاندان، ولهذا السبب ما رح روح لمكان لحتى اسمع شو رح تقول هاي البنت شو شافت هنيك. فروحي انت على البيت وانا بلحقك. لا اذا انت رح تضلي انا بدي ضل، يعني خلص بقعد وبستنى معك. بالأساس إذا اجتمعتوا ثلاثتكم رح تاكلوا ولا البنت أكل؟ جاهدة خانم هلأ اتصلت صديقة خلصت شغلة وجاية على مكتبي. رح انجلط من التوتر. شو صار؟ قدرت تعرف شي؟ عم تقول عرفت كتير شغلات وأنا عندي فضول أعرف، بس إن شاء الله ما تكونوا مليتوا هون لأنه ما فيني اهتم فيكم، كتير مشغولة بالنقلة. لا يا روحي لا تاكلي همنا، نحنا ما بدي غير تخلص هالقصة على خير لحتى نقدر نرتاح. إن شاء الله تفضلوا. عميرن. المدير عم يتصل. ألو أهلين تيو، قوم تعال على بالات فورا، شارع الفرن المبنى 54 في بيت مهجور نحن محبوسين فيه، والباب لونه أخضر كمان. عم تقول انحبستوا؟ بس باريش بيك الباب لونه أزرق. أصلي أخضر أزرق. صوتك عم يروح استاذ، ما عم افهم شي، سامع صوت اصلي كمان. سراج الليل شو عم تعمل معك؟ تيو يلا لا تطول هلا، اترك كل شي وتعال بسرعه. يلا والباب يا ازرق يا اخضر. ايه تمام يلا ليكني جاي. سلام. لك اللي شو صاير؟ بتكون شفته اخضر لانه هو الباب لونه تركوازي. يعني شو الفرق اصلي؟ انسى. ليك فكره التليفون بتجنن، بهنيك تفضل. خبرينا شو صار معك بنتي؟ عندي اخبار مثل القنبلة ست جاهدة. ايه تمام، شو صار؟ شو عرفتي؟ خبرينا يلا. اللي عرفته انه البنت كذابة كبيرة، عيلتها مفكرة انه هي مساعدة المدير العام بالشركة. كيف؟ كيف؟ انت عن جد عم تحكي؟ طبعا، وقت قلت لهم انه هي الشوفيرة كيف انصدموا كلهم لاني مكذبة على الكل. تفضلوا، يلي بكذب على عائلته ما بتعرفوا شو بيطلع منه. لسه اذا دورنا اكتر شوي ممكن نعرف شغلات تانية. خلاص هذا الشي بكفي حبيبتي. ايه شو كانت ردة فعل اهلها وقت عرفوا؟ انصدموا كلهم، وبتوقع انه بعد ما رحت رح تصير مشكلة كبيرة كتير. يعني خلاص ارتحنا من هالبنت؟ هيك بتوقع أنسى إيلايدا، هنن ما عاد رح يبعتوها على الشغل. أخ حلو الحمد لله، تسكر الموضوع بسرعة وبهدوء كمان. أنتوا فوتوا هالبنت بمشكلة ومبسوطين بحالكم وعم تضحكوا مو هيك؟ برافو عليكم. شوفي هاندان، نحن اتفقنا من قبل لا تنسي هالشي وتعملي لي مشاكل. برافو عليكم. باي.
شو عم تعمل أصلي يا ميتن؟ شو يعني عم تشتغل شوفيرة خاصة؟ اسمعي يا أمي اهدي بلا عياط، بل كل اللي اجت كذابة شو بيعرفك؟ هلأ منعرف شو الموضوع من أصلي. ما في داعي ما في داعي للكلام، ما رح تكذب بهيك قصة. يا الله دخيلك بنتي لساتها عم تشتغل شوفيرة. لا شغل الشوفير مو منيح لهالدرجة يا ستي؟ مانا قصة سيئة أو لا يا حبيبتي، بس الشغل خطير، ما منعرف لوين بتروح بسيارات العالم هاي. طيب هي مو كانت شوفيرة من قبل؟ ايه كانت شوفيرة، بس هلكت لحتى تترك هالشغل يا بنتي، تركت التاكسي وراحت عند الزلمة. لا ونحن مفكرين انه شافت شغل بشركة كتير معروفة ومحترمة، وهي طلعت بتنتقل من شارع لشارع وبسيارات الناس اللي ما منعرفهم. بالأساس لو بتعرف انه هالشي مو سيء ما كانت خبت عنا هالشي. اخ يا اصلي اخ خبت هالشي عنا كمان شايفين. لو صار لأي شي ما منعرف كيف رح نلاقي بنتنا ونساعدها. امي انا برأيي لا تعصبي هالقد، ضغطتي على البنت كتير باسلوبك لما تركتيها شغل التاكسي، شو متوقع من البنت عمل؟ سكتي يا بنت بقطع لك لسانك وليه؟ ماشي يا أمي نيشا، قصدي خالتي، هدي حالك وروقي ماشي؟ والله العظيم بشك بحالي ولا بشك بأصلي، لا عن جد كتير عم تزوديها، لك رح يرتفع ضغطك من الحكي. ايه ما دخلك لا تاكل همي أبو حلاء. طيب خليني اتصل فيها هلأ. موبايلي عم يرن، هذا صوت موبايلي. ماريش بيك لو حبسونا بهديك الغرفة كان فيها شبكة. إن شاء الله المرة الجاي بتجربيها. هدول أكيد أهلي، أكيد هنن يلي عم يدقولي خايفين علي. اهدي اهدي تيو رح يوصل هلأ بتحكي معهم. أستاذ. ها تيو نحن هون. ها أصلي أنت كمان هون؟ ايه تيو بعدين بتتفاجأ، افتح الباب هلأ. بعده بدي اكسره. يلا تيو. انتو منا؟ ايه من وين جبت لهي؟ لما قلت لك جيب اللازم كان قصدي شي تاني. فتحت القفول ما بتنفع مع هي البواب. قلي لي شو عم تعملي انت هون؟ قصة طويلة بحكي لك ياها بعدين، انا لازم لاقي موبايلي. استاذ شو عم يصير هون وليش قفلوا عليكم الباب؟ شو صاير معكم؟ خلينا نروح هلا. اصلي يلا جيت. مو معقول سراج الليل، أخذتي مكاني بالسواقة رح تاخدي مكاني بالتحقيق كمان ما؟ والله حبيت هالشغلة كتير. يعني أنت صار لازم تخاف مني يا سيدتيو. احكي الحقيقة، ما خفتي من يلي صار؟ لا ليش لخاف، الأستاذ كان معي. اللي باريش بيك وين بدنا نلاقي الملاك الأزرق هلأ؟ ما رح تكوني معنا، أنا وتيو رح ندور. وهلأ أنا رايح على اليخت، الصبح خديني من هنيك. ماشي يا بيك. ايه استاذ أنا رح روح وصل أصلي لأنه الوقت تأخر. طبعا إذا ما عندك مشكلة. لا عادي خدوا راحتكم. شكله كتير معصب، هو عصب مني اليوم لأني لحقته. أوف تيو أنا بعرف منيح ليش أنت بدك توصلني. لا غلطاني طبعا، بس أنا قلت تعبتي بالسواقة مشان هيك. ايه فهمت. لك شو هالحكي والله عيب عليك معك أصلي. معك حق. شكرا كتير يا تيو. لا هاد واجبي. هاي المفتاح. تصبح على خير. اقفلي. آه.
تيو سلام. أنا جيت. أهلا وسهلا. أمي دقيتي لي بس موبايلي ما كان فيه شحن، ما انتبهت عن موبايلي. صاير شي أختي أحكي؟ إيه يا عمتي صاير شي، عرفوا إنك عم تشتغلي شوفيرة. إيه؟ كيف كان يومك؟ آسفي أنا ما سألتك، أنت جوعان؟ قلي شو رأيك؟ وصلنا اليوم كرز، صدقني منظره لحاله بشهي وطعمته بتاخد العقل، رح أطلك منه. لا 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 تعذبي حالك، مو جاي عبالي والله. طيب أنا بصراحة أجيت لأحكي معك. فكرة حلوة، الحكي وجه لوجه أحسن بكتير من أي شيء، يعني ما في الواحد يحكي بكل المواضيع على الموبايل، مو هيك؟ ايه تيو بس قلي بسرعة لأنه يمكن أخي يجي على المحل وتضطر تهرب، لا تخليه يشوفك. تمام ما رح سبب لك مشكلة، طمني. ما بعرف كيف بدي بلش بصراحة يا جول، بس رح بلش من هون. جول اسمعي، انت طيوبة كتير وحلوة كمان. انا حبيت هالهدية كتير لانه عملتيها انت، واكيد تعذبتي فيها. لا ما تعذبت ابدا، وانبسطت انك حبيتها. حبيتها وعجبتني، بس يعني هالهدية مو لازم تكون لألي. وليش لا؟ هي إلك، أنا عملت لك إياها. إيه فهمت عليكي، بس حسيت حالي ما بستاهلها. فيكي تعطيها لشي حدا أحسن مني، صدقيني هيك أحسن لإلك. تفضلي. عن إذنك. مو مهم يا أصلي مين خبرنا شو عم تشتغلي، قليلي ليش مو أنت يلي خبرتينا؟ أمي أنا كنت رح قلكن، بس قلت قبل لشوف الشغل وأتأكد، يعني كنت رح خبركم بالوقت المناسب. ويا ترى إمتى رح يجي الوقت المناسب؟ مبارح. إيه أمي مبارح، مبارح كان بدي خبركن بس ما خليتوني، كل الوقت كنتوا عم تحكوا. كان لازم تخبريني من الأول، أنا أمك من أول يوم كان لازم أعرف. كنتي رح تخليني يعني؟ أكيد ما رح خليكي. اسمعيني يا ستي. حبيبتي شو يعني ما بيكفي إنه عمتك كانت عم تكذب علي وعم تشتغل شوفير خاص؟ بيليق فيكي هيك شغل؟ شو أحكي؟ أمي البنت ما عملت شي غلط،
بقى ليش انت عم تحكي معه بهي الطريقة؟ 200 أنا ضليت 40 سنة وأنا كل يوم عم استنى أبوك للصبح، وكل ما كان يرجع ويدق الباب كان قلبي يرجف، كل ما كنت اسمع بحادث كنت موت رعبة. خسرناه وهلأ دور أختك. صار لها 3 سنين ماشي، كنا بوضع صعب ومجبورين. الله يرضى عليكي، اشتغلتي وصرفتي علينا وعلى حالك كمان، بس هلأ صار وضعنا أحسن، يعني الحمد لله الله فتح بوشنا وما عدنا بحاجة مثل قبل. شغل القهوة مشيان. أمي بس لسه في قصة شيشك ومصاريف المشفى عم ينخصموا من راتبي. كل هاي القصص بتنحل. أرزو صارت عم تقرأ بالفنجان. شو ما بتعرفي؟ لهيك نحن ما عم نلحق زباين بالقهوة، مو هيك يا أرزو؟ ايه تماما، يعني أصلي بتصير بتصرف راتبها على حالها ومنه بتحضر الجهازة كمان. لا نحن منحضره نحن، ما بدي بنتي تتعب وتضل عم تفتل كل النهار وهي عم تسوق بالشوارع، وما بدي تسوق عند حدا. دقي للمدير واحكي معه، ما بقى رح تشتغلي هالشغل. أمي اسمعيني بس شوي. يلي عندي قلته. بس يا بابا، عمتي قالت لي بتحب شغلة كتير، شو بدكم فيها؟ اختي انتي ليش ما خبرتينا بهالشي؟ ايه حبيبتي، ليش خبيتي عنا؟ قلت بالاول بشوف الشغل وبعدين بخبركم بكل شي صار. اساسا انتو كنتو مشغولين بالقهوة. اسمعي اختي، الحمد لله شغل القهوة ماشي والله رازقنا، يعني واذا انتي اكلي هم دينك لمديرك لا تفكري، منلاقي حل ومنتفعله. لا تفكري حبيبتي، أكيد رح نلاقي حل سوا، يعني إذا هذا همك. مو بس هيك همي، أنا بحب شغلي كتير. أنتي بنت شاطرة، بدك تضلي متعلقة بالسواقة؟ أي معه حق، لو بتتركي هالشغل وبتدرسي بالجامعة أحسن لك. وأنا كمان رأيي من رأيك، درسي وابني مستقبلك. أنا أسست لمستقبلي بس هالحياة اللي دمرته. بلا حكي فاضي. اسمعي، بس يكون عندك إرادة تقدري تعملي كل شي. مفكرة القصة سهلة؟ مر سنين على هذا الحلم يلي راح راح، ضليت علقانة بالماء. لازم تتقبلوا الواقع. هي أنا مستقبلي السواقة. يا روحي لا تبكي. خلاص اختي اهدي، يلا قومي نامي وارتاحي، وبكرة الصبح منحكي على رواق. تصبحوا على خير. طلعي فيني، ما عم بتخبي شي علي مو هيك؟ لا، لأنه أخي. إذا بتكونوا مخبيين شي بوقتها رح يصير شي تاني ما يعجبك. لا أكيد ما عم نخبي شي أخي، الشغل ماشي منيح ولو في شي كنت قلتلك والله. هاي شو عم تعملي جول؟ ها؟ شو ليش ما سكرتي؟
كنت عم تبكي شي؟ لا ما كنت عم أبكي. واضح إنك بكياني أختي. شو اسمه ها؟ مين بيكون قليلي شو اسمه بسرعة أنا بفرجي. بس قليلي مين هو؟ أنا بدي روح كسره تكسير ها؟ بس بدي أعرف مين اللي زعلك؟ خلص بكفي. يلا حكي لي شو صاير معك بالتفصيل. ايه ما في شي، زعلت فجأة هيك بلا سبب معين. لا تبكي ليكي، هلأ أنا وأرزو مستلمين القهوة ورح نصير نلعب بالمصاري لعب، وكمان رح شغل صبي هون وبصير بساعدك كمان ها، وهيك بتتدللي، شو رأيك؟ ايه ها خليك عم تضحكي ماشي، اصلا ما بيلبق لك الا الفرح. اسمعيني، روحي لعند اصلي ولا تفكري، وانا رح سكر الدكان. شكرا كثير. ما بقى بدي اشوفك زعلانه. ايه لا تاكلي هم، انا بفوت كل شيء. تمام بس لا تنسى شيء. شكرا كثير اخي. تصبحي على خير. منيح اجيتي، اصلي مو منيحه. خير شو صاير معه؟ عرفنا شو عم تشتغل، بس شكلك انت بتعرفي. مو معقول. يلا فوتي. لحظة، أخي بالدكان يعني عم يسكره. آه لكن رح روح شوفه دقيقتين. يلا فوتي. أي لك شو هاليوم يا أصلي؟ ولا أنتي كمان أهلك عرفوا؟ وتيو كمان خزلني. كيف؟ إجا كسر لي قلبي وراح. شو عم تحكي؟ رجع لي الهدية، قال ما بيستاهلها. هو قال ما بيستاهلها؟ أنا ماني عم بفهم، مو هو قال إنه معجب فيكي؟ ما عم صدق إنه تيو يعمل هيك. رح فرجيه شو معنى إنه يزعلك. تمام؟ مو مشكلة. أوعك أصلي، إذا عن جد بتحبيني لا تعملي معه شي. تمام؟ ما فينا نجبر حدا يحبنا. هو ما حبني عادي، شو بعمل؟ على الأقل هو إجا وصارحني بالحقيقة. حبيبة قلبي اجت. اف، معقول كل النهار ما قدرت اطلع بوشك من التبصير؟ طلعي فيني حبيبتي، وانا كمان مشتاق لك كثير. ليك انا خايفة تروح رزقة التبصير واصلي تترك الشغل. ارزو شو رأيك فرجيكي شي خليكي تنسي كل هذا الخوف ها؟ شو بدك تفرجيني؟ شي بطيخة مثلا؟ امسكي اعصابك حتى ما تدوخي ها؟ خاتمين؟ لكن حبيبتي بلشت اشتغل والله عم يرزقني، وعم اثبت اني رجال كمان. رح احكي مع ابي من شان نجي ونطلبك. بحبك كتير يا أرزو. وأنا كمان بحبك بعرفه. أنت حبيبة قلبي.
طلع الموضوع ما انه سهل مثل ما فكرنا، وهلا صارت بتعرف انها مراقبة. لا تخاف استاذ، ما فيها تتخبى اكتر، خلينا نحن بالاول نلاقي سيبال وبعدين كل شي بينحل. الموضوع عندي. قلي تيو، بدك تعترف شلون وصلت لها لهالبنت؟ تمام، بس وعدني ما تكرهني او تتغير معي. نحن رفقات وعادين على رواء. لا الدرجة الوضع سيء. لا تحرجني، جذبتني لعندها بنفس الطريقة لهيك عرفت. ضحكتني كتير. مو معقول، ما بصدق، أكيد عامل شي بالفيديو. أنت عم تمزح. مو مزح، هي الحقيقة أستاذ. بصراحة نحن ظلمنا لها، كان هذا الدواء كتير تأثيره قوي، أنا بحياتي ما شفت مثله أبدا، بيضيع عقلك على الآخر، ما بتتذكر ولا شي. قبل ما أشوف هذا الفيديو ما كنت متذكر شي نهائيا. ما عم صدق، كيف صار معك هيك شي تيو؟ بس لحظة أستاذ. مو معقول أنا متصل فيها لهيك. أستاذ في قصة لازم حلها بسرعة، فيني روح هلا إذا سمحت؟ ما بعرف شو صاير لك تيو، يلا قوم روح. ماشي باي. ما بعرف قصة مين ولا مين بدي حل. كيف قال لك حبيبتي؟ طريقة حلوة ورومانسية. صحيح الحكي ما كان حقيقي، مجرد تمثيل، بس يا الله ما تاكلي هم، إن شاء الله هالتمثيل بيصير حقيقة، إن شاء الله يا رب، أنت قادر على كل شيء، آمين. إيه تيو، تيو بعت لي رسالة، هاي نغمة رسالته. هو بالحديقة عم يستناني إيجي. شو؟ أنا رح روح وفرجي. وقفي بلا جنان، خلص أنا رح روح وشوف شو بده. عادي ماشي، استنيني، لا تنسي تدعي لي. أهلا وسهلا، عادي. بعرف أنا جرحتك كتير، بعتذر منك. لا مو مهم، أنا ما زعلت على حالي، زعلت على أصلي. ليش شو بأصلي؟ لما عرفت أمّا إنه عم تشتغل شوفير عصبت عليها كتير وجرحتها بالحكي. عن جد؟ جول أنا مبارح شربت دواء وما كنت بوعي وتصرفت تصرفات غريبة وما عم اتذكر شي. أنا مو متذكر إنه بهداك اليوم حكيت معك. كيف يعني؟ لو ما شفت السجل ما كنت تذكرت اني حكيت معك. يعني انت ما بتتذكر شو قلت لي؟ لا جول، بحلف لك اني مو متذكر ولا اي كلمة، يعني حاولت اتذكر بس ابدا ماني متذكر ولا شي، صدقيني. ايه مو مهم، ما قلت شي مهم. كيف يعني؟ بما أنك عطيتيني هديك الهدية معناها قلت شي مهم، ما هيك؟ إذا سمحتي قلي لي شو حكيت بوقتها؟ قلت لك ما في شي مهم، حكي عادي إذا ما عم تتذكر. شو الفائدة إذا قلت لك؟ ما في داعي، انسى. بس بكل الأحوال أنا بتشكرك لأنك إجيت وحبيت إنك تفهمني القصة.
هيك أحسن، لأنه بصراحة أنا عقلي تشوش كتير بيلي صار. لهالسبب منيح وضحت لي. انسى كل شي. عن إذنك انتبه لحالك. يا ترى شو قلت أنا لهي البنت؟ مو مهم اللي قلته، اللي صار صار بالنهاية. جول! جول استني! لحظة لا تروحي! جول! أنا ما بتذكر شو قلت لك، بس بالأخير طلع هالحكي مني. أنا بستاهل هالهدية، بدي ترجعي لي إياها لو سمحتي. أنت متأكد؟ إيه أعطيني إياها. مبسوطة هيك؟ كتير مبسوطة. ماشي، بس توصلي دقيلي. يلا بشوفك. شو هاليوم الغريب هاد؟ مو معقول يلي صار. أستاذ، عيلة أصلي عرفوا أنه عم تشتغل شوفير وما بقى يخلوها تشتغل. إذا حابة تروحي على شغلك تعالي وراضي أمك. إيه مثل ما عم قلك، يعني عم تشتغلي شوفير عند محامي مهم، ما بصير تيأسي فورا. أختي بلا حكي فاضي حبيبتي، أنا اليوم لازم أخذ قرار نهائي. الواضح أنك أنت مقررة ومخلصة، بس يعني ضل تقنعي أمك. لازم تلاقي طريقة. يلا لحقيني بسرعة. أول شي لازم نعمل فطور كامل مكمل مو ناقصه شي. ما فيك تقنعي أمك أبداً وهي جوعانة. ما منفتح الموضوع معها لتشرب أول كاسة شاي، بس تقرب تشبع منبلش نحكي بالموضوع على رواق شوي شوي ومنحاول. وإذا عارضت لا تعانديها، قلي لها معك حق حبيبتي وبتستني شوي وبعد 5 دقايق رح تنسى، بس أهم شي ما تناقشيها وإلا ما بتنسى. الخطوة الثانية بدك تفرجيها قديش زعلانة. نيشا إيجي الماز بتتحمل كل شي، بس ما بتتحمل تشوف ولادها زعلانين، وخاصة إذا بينتي إنه ما عم تقدري تاكلي، لأنه أمك أكيد رح تلاحظ عليكي إنك ما قدرتي تاكلي ولا لقمة. ليكي أختي أنتي متأكدة؟ كيف أنتي واثقة لهي الدرجة؟ لأنه ما حدا منكم إخواتي أكل قتل من أمي بالشحاطة أكتر مني. وثقي فيني.
في شغلة رح نبهك عليها، انتبهي تعمليها أو تفكري فيها. حاولي وتحملي وقاعك تخليها تقلك لا وتسكر الموضوع، حتى لو شو ما عارضتك اسكتي وما تحكي معها شي، لأنه مستحيل ترجع عن كلامها. أصلي لا تحاولي. شو صار معك؟ حكيت مع شي حدا؟ اه للأسف لهلأ ما حكيت مع حدا، قلت بعد شوي بدأ لأصلي وبحكي معه. ايه شو منعمل إذا ما وافقوا يعني؟ أما وأخوة بيحبوني وبيحترموني، رح جرب بلكي بيقتنعوا مني. بس بنظرهم أنت كمان كذاب، صح ولا شو؟ ايه صحيح، لأنه قالوا قدامي أنه أصلي مساعدة المدير وأنا ما حكيت شي لهيك. يعني مالك عين تشوفهم هلأ؟ بالمناسبة استاذ قلي لقيت عنوان بيتها لسيبال شان روح واحكي معها قبل ما تختفي. انا متأكد انه بيكونوا هربوا. طيب خلينا نحاول، مو خسران نشي. ليش انت هيك استاذ؟ شو بك؟ مثل ما بدك. طيب ماشي. امي بحب سواقة السيارة وبحب افتل بالشوارع، ليش مانك عم تفهميني؟ ان شاء الله بالمستقبل تتفتلي بسيارتك. ايه امي بس قلي لي شو الفرق يعني اذا سيارتي ولا سيارة المدير. خلص حبيبتي سكري الموضوع حالياً، أمي عصبت. بعدين لا بدي أحكي، لهلأ ما قنعتيني. حبيبتي أرزو معها حق، أمي هلأ معصبة بس تروق بتحكي أنت وياها على رواق. إيه لا حتى لو هديت ورقت ما رح غير رأيي، خلصنا. يلا بنتي تعالي خلينا نفتح القهوة، صار وقتها، يلا خلينا نقوم. طيب وشو مشان عمتي؟ لا تفكري هلأ بيحلوا الموضوع بيناتون. ليك لا تعضني، مبين انت لطيف وكمان ابن حلال. شوف بابا تعرشين اجا يهاجم الناس بالشارع. استغفر الله، امبارح لسه حطينا له اكل، ليش عم بيهجم على الناس؟ لا تخافي يا مدام ما بيعمل لك شيء. ساعدني الله يخليك. بعد عني، لا تقرب علي، لا تلحقني، بترجع ساعدني. خايفه كثير. انا خايفه رح اموت. تمام تمام تمام. روقي صراحه اولاد الحاره هن اللي عودوا لي الكلب عاكل البسكوت. نحن ما منطعميه لانه بيضره. يمكن لأني غريبة عن الحارة لهيك عم بينبح عليك. ما راح نطعميك بسكوت، يلا روح من هون. بنتك مرعوبة، شكلك خفتي منه كتير. إذا عندك وقت تعي ارتاحي عنا، بتغسلي وشيك وبتفوتي على الحمام وبتشربي كاسة شاي أو قهوة. ايه عندي وقت، موافقة، خلينا نروح. طيب ماشي روقي، اهدي، تفضلي تفضلي. أمي أنا ما سبق وطلبت منك شي، معقول تخجليني هاي المرة؟ بلا حكي فاضي، قلتلك كملي دراستك وبلا لك هالسواقة. بس يا أمي أنا حلمي إني أكون شوفيرة. بنتي حبيبتي يا عيوني أنتي، ما بيصير يكون حلمك بس هيك. بعدين السواقة مو حلم، هاي وقت كنتي مضطرة. بعدين هذا الشغل كتير خطير عليكي، كل يوم بيصير حوادث، ما بدي ضل خايفة. أمي أنا عم سوق سيارة مو رايحة حارب، يعني وين الخطر بالموضوع؟ كل هذا الحكي مانو مهم، أنا مو موافقة. إذا بدك اكسري كلمتي وروحي. بقى أنتي فكري، بدك تقضي حياتك بالسواقة ولا بدك تسمعي كلمة أمك وتتركيها؟ يلا روحي يلا. تفضلي. شكرا كثير لك. صحة وهنا. الله يحميك ويبارك فيك. العفو واجبي.
شو هالكلب هاد؟ موتني رعبة. إن شاء الله صرتي أحسن. يعني بصراحة هالكلب ما بيأذي حدا، بس يمكن لأنك ما بتعرفي خفتي منه. أنت لعن مين جاي هون بالحارة؟ بصراحة أنا عم دور على قهوة اسمها لعيلة إجليماس. إجيتي مشان أرزو؟ لا حبيبتي، أنا عم دور على أصلي. شو بدك من أصلي؟ لا تكونوا بتعرفوها، سمعت إنه عندهم قهوة هون. إيه صح. أنا تربيت بمجتمع ما بيشبهك يا باريش بيك، يعني أنا مجبورة. أنت عنيدة كتير، بتعرفي هالشي ما؟ آسفة لأني بعندك بكل شغلة. لا أنا اللي بعتذر، لأني ما وثقت فيكي وأنتي مو متعودة على هالشي. باريش بيك، صباح الخير. أصلي كيف إجيتي؟ جيت بالسيارة، ليش عم تسألني؟ يعني إجيتي تودي السيارة؟ لا، جيت لحتى أخذك على الشركة. باريش بيك أنت منيح؟ تيو قال لي إنه أهلك عرفوا بقصتك وأمك أكيد ما أنا موافقة، فكيف خلتك تجي؟ ما خلتني. إجيتي بلا موافقتها مو هيك؟ مزبوط. طيب ليش؟ لأنه بحبه لشغلي وبدي كمل فيه. أصلي بس أنت بتحبي عائلتك كتير، معقول تحبي شغلك أكتر منها؟ أنا ما بدي تصير معك مشكلة بسبب هالشغل. باريش بيك، لليوم أنا بحياتي ما زعلت لأمي ومستحيل أني زعلها. أنا ماني عم بغلط، أكيد هي بعدين رح تفهمني إن شاء الله. أنا كتير مبسوط بالشغل معك، بس ما بيصير هيك، يعني ما بيرضيني تتخانقي. بس أمي عم تظلمني وعم تظلمك بلا ما تحس. باريش بيك، أنت توكلت بقضية شيشيك وكمان لقيت لها مشفى، عم تقطع من راتبي المصاري اللي ما فيني جمعها شو ما اشتغلت. أنت ما قصرت أبداً مشان شيشيك ومانك مستني أي مقابل، عم تتصرف حسب نيتك. أصلي وغضيت نظر عني وكمان عن كل تصرفاتي الغبية ووقفت معي كتير، حتى لما كان بدي استقيل ما خلتني ووقفت معي،
فكرت حالك غلطان وما فكرت للحظة وفوقها اجيت واعتذرت مني كمان. باريش بيك انت حدا كتير منيح. اصلي بعد كل شي عملته مشاري ومشان بنت اخي ومن دون اي مقابل منا انت عطول دعمتني وكنت حدي. بكفي اصلي. بعرف قديشك متواضع بس يلي قلته حقيقة. بعد ما عملت كل شي مشاننا كيف بدي اتركك انا؟ اصلي قول يلي بدك يا. انا مستحيل اتركك الا اذا انت قلعتني. في شي لازم اعترف لك فيه.